أهلا مجددا كل متابعينا ومشاهدينا على قناة الشروق عبر برنامج سر الغنى. تواصل معك أستاذ علاء الدين، وربما لما حلتنا كانت نموذج، وأنا أطرح نموذج آخر أيضا فيه نوع من التحسر، ربما التأسي على النفس، ويا مولاي آه من غلبي. دي واحدة من الأغاني اللي ذاع صيتة بشكل كبير جدا في الفترة الماضية، ولها علاقة وطيدة بك. أنا زي ما بقولوا سمح الكلام في خشم سيدي. نعم، هي أنت لو ملاحظ أنه تختلف الألحان لكن الإيقاع نفس الإيقاع في الدلب، يعني الألحان تختلف لكن نفس الإيقاع في الدلب. فيا مولاي يا مولاي دي قصيدة عندها قصة، يعني أنا حسيت بأنه في مرة حسيت بأنه الناس ما بيفهموا الدوبيت أو ما بيفهموا الشعر القومي، المعاني والمفردات ما بعرفها. حتى طلبة من الجامعة برضو، يعني كان عندنا ندوة في قاعة الصداقة، كانوا بيقولوا لي ترجم على الشريط في الوقت اللي إنه فيه ترجم على الشريط، ترجم على الشريط، ومع إنه في يعني قطريين كانوا بيفهموا الكلام. والله هذا مليح، يقول والله هذا مليح، وديل يقولوا لي ترجم على الشريط يا أستاذ. فاستغربت في الكلام ده جدا وزعلت في نفس الوقت، غررت أعمل قصيدة عشان تكون مموسغة. أدو بيت ما بتلحن طبعا، لكن أنا قصدت ألحن هذه القصيدة وأطلعها على الناس عشان يفهموا الدوبيت. يعني الواحد بيفهم القبيل بيسمع اللحن وبيحفظه، بيسأل من المعاني. لا، وده اللي حصل بالضبط. فيا مولاي آه من قلبي، المطلع ده أنا شلته من بيت بيقول يا مولاي بشكي لك شقايا وغلبي، وحظي الديمة من رد الأنيس جافل بي، طالت السفرة وتحفت مناسم تلبي، هب الريم وعاودك الحنين يا قلبي. فشلت يا مولاي آه من قلبي، عشان ما نتجاوز النقطة دي. نعم، من النار حرقت قلبي. المطلع اللي سمعناه في البداية ده، نعم، تعملوا أساسا ده عملته أنا. لا، الأول أنت، الأول ده بتاع الشاعر الراحل محمد شريف العباسي، اللي هو محمد شريف محمد سعيد العباسي. نعم. فهذا الشاعر رحمه الله عنده البيت ده، وأنا دخلته في القصيدة، فقمت شلت منه يا مولاي دي وخديت، لأنه المطلع دائما بيكون من شطرتين، لكن الكوبليه بتاع القصيدة بيكون من 4 شطرات. فأنا قمت عملت يا مولاي آه من قلبي، من النار حرقت قلبي، دي خديتها حتى جبت يا مولاي بشكي لك شقايا وغلبي. وبدأت أشوف في الأغاني في الكلمات النادرة جدا، وأخدتها زي غصبا عني فاركت الضريح غير أمري، كل ما هب نسام منه زاد في جمري، جرحي القرب بروكاد ودر عمري، عودوا لي تغريد بلبلك يا قمري. يا سلام. وبرضه عدة شعراء، يعني عدة شعراء. ده محمد شريف العباسي من عكير الدام الرحيم الله أهل إبراهيم عكير. عنده الناس عيدت مرقد عليها أصحابه، وأنا فريد على الجاهل السمح ترحابه، فاطرا يحكي براق البدود سحابه، لفت قلبي زي لفطر حتى اللافحابه. فدي برضو شلت منه. يعني أربعة. انت عملت ميكس كده في نعم في نعم من يعني. كم شاعر هاي في الشاعر الفنجري شلت منه، مالك نفسي مضعونة وتملي تنيني، مالك عيني للغميدة بيتي تليني، عطشان ديما فكر في حالموية ما برويني، كاتلاني الطريفية البريدة غريني، من والشوراني برضو شلت أح أح، والوحمة بتدور تفارق قلبي، أح من نار فلانة وجرحها النوسر بي، يا نفسي الصبر لوكيه لا تنسلبي، الحظ ما بيدوم يوم غالبة يوم تنغلبي. أنا برضو دخلت فيه بعض الكلمات اللي هي ممشوغ الغوام الما وجدت نظيره، خصامه معايا خير لي من محنت غيره، جافاني العزيز الكت ديما نصيره، هو يسوي الغلط وأنا سوي كتر خير. والقصيدة يعني لاما بعدين القصيدة ذاتها، يعني أنا خليتها تكون تقبل أي
بيت شعر مربع، أي بيت دو بيت هي بتقبله. هاي رباعيات قصيدة الرباعيات دي هاي. طيب بالنسبة للحن، اللحن لحنت وأنا بنفس الـ 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 الطريقة الممكن نفس نقول إنها بتاع تستوعب. أنا قصدت طيغة عدليب لأنه طبعا الـ 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 الشعر شعبي والدليب يعني إيغاح شعبي، فأنا قلت الدليب أخف من أي يعني لما عملت تمتمة وعمل حاجة زي دي الدليب أخف، فقمت عملت الدليب. نعم. طيب الأغنية دي الآن موجودة معنا برضو، حنستمع لها من خلال صوت هشام درماس، يا مولاي من مول بنسمع جدا. فريت على الجاهل السمح ترحابك.
حبيت امشي من كتر الطرب ما قدرت بكت الحنة بين ايدي وايديها ندرت لولا الحنة بيني وبينها كنت ودرت مولاي احمين غلبي من النار وحرقت قلبي يا شعرك منتظم زي السلاسل فتلو عينك ترقص الحجر بقشافتلو شعرك منتظم زي السلاسل فتلو عينك ترقص الحجر بقشافتلو مجددا كل متابعينا ومشاهدينا. شكرا هشام. يا مولاي اه من غلبي كانت هي الأغنية اللي سمعنا الإعلام معك أستاذ علاء الدين. وأيضا إيقاع الدليب أو أغنيات الدليب في فنانين كتار جدا اشتهروا في ترديد هذه الأعمال وكانوا سبب وراء انتشار أغنية تحمل هذه البصمة تحمل هذه الانفعالات العاطفة المستوى الموسيقى اللي رافق هذا الإيقاع على وجه التحديد. ربما تكون برضو المفردة لعبت دور كبير جدا في أنه انتشرت أغنيات الدليب بهذا الشكل. فبيستوقفني في هذا المقام بالتحديد النعام آدم. كيف ممكن نتكلم عن هذا الرجل؟ يعني أنا أنظر إليه بأنه واحد من الأسباب الأساسية في نشر أغنية الدليب بأعماله بالأغنيات الكثيرة اللي قدمها يعني وحتى حظوة الاستماع الوجيدة من قبل الناس. النعام آدم رحيم الله ربنا يرحمه ويغفر له النعام آدم ده فنان نادر فنان مكتمل يعني مكمل من كل شيء يعني في تعليقاته في ألحانه في شعره في كده ذو نادر جدا. فيعني عنده أغاني
ما 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 سبق ما سبق ما في زول سبقها يعني ما مسبوخة يعني أغانيه كلها حنينة لأنه راجل طبعا ضرير كان فالأغاني كلها حنينة وكلها بتحكي عن يعني فيها الأغاني العاطفية فيها الكده فلا شفت أنت بلا شوق ولا رد أن يطمن دي الغنية دي طبعا يقال إنه عنده ولده وهو ما شافه وبعد يعني هو ضرير ما شاف ولده فعمل له يعني لا شوق تنتج بلا شوق أنا البي كله أريتك تبقى طيب أنا البي كله هين فولده زي كان مريض وكده فقام عمل له الغنية دي ده نموذج حزينة. طيب أشهر الناس برضو اللي غنوا في إيقاع الدليب تذكر منهم منو الآن؟ والله في طبعا ناس في ناس مما شبوا كانوا بيغنوا أغاني الدليب وهم صغار لغاية ما كبروا زي واحد يعني اسمه يوسف عبد الحليم ده نادر جدا في الربابة والإيقاع بتاع الدليب ده نادر جدا فده كان طفل يعني كان بيغني يعني أغاني جميلة جدا يعني أعفي مني عليك الرسول يا حبيبة جزاك مو قلت لأمه يعني أعفي مني عليك الرسول يا حبيبة جزاك مو قلت وكلام حلو كده وكلام جميل من يعني ربنا يطراه بالخير يوسف ده انشغل بالتجارة وخلى الغنى لكن كان نادر يوسف في تاني ناس الأسامي كانت ظاهرة جدا زي الجيل الأول يعني الجيل الأول لا الجيل التالي تقول الجيل الثالث ولا شيء ده ايوه طيب. ديل بدوا يغنوا هم صغار اطفال يعني لغايه ما كبروا لكن قبلهم طبعا في ناس سبقون في الغناء طيب يعني انا اقدر اقول انه في اغنيات يمكن انه تسمى او يشار اليها بانها اغنيات تراثيه في ايقاع الدليب يعني ما عارفين سياده ممكن نقول كده في كثير جدا في اغاني بتتردد بيرددوها ناس أصحابها ما معروف هاي بيعتبروها تراث يعني ومن ضمن الحاجات المضحكة إنه أنا أغنيتي اللي قلت لك عملتها هسه دي يا مولاي دي كانوا بيغنوها ناس كتار جدا ولما يزعلوا يقول دي تراث خصوصا الفرقة اللي أنا بحييهم يعني لأنه أدى أنا في اعتقادي إنه مفهوم إنها تراث إن أخذت من أبيات عكير دامر برضو أيوة أخذت من العباسي قبل شوية عشان له أيوة محمد شريف العباسي وحتى نمط الشعر ده الآن وبعدين دخلت فيها برضو من أبو قطاطي أيوة دخلت فيها طبعا أبو قطاطي قبل ما يكتب الغناء الموسيقي ده كان بيقول دوبيت هاي يعني ما تحسبيني ما خدت هويت قدابي غاويك من طفولتي وفوق دروب قدابي وكده فشلت منه برضو بيتين خطيتهم في الغنية طيب شعرك منتظم أشهر الناس الموجودين الآن في الساحة برضو بيقدموا إيقاع الدليب وعندهم منتج بيستوقفك شخصيا يعني طبعا في ناس عثمان اليمني ده عنده مقدرة طبعا الغناء بتاع الدليب عنده رميات فعثمان اليمني ربنا يطرب الخير مشهور بالرميات دي بيرمي رمية طويلة جدا حتى يخش في الدليب بالإيقاع فدي يعني دي مشهور بها جدا عثمان اليمني وفي الناس التانين برضو لكن ما زي عثمان ده أبدع في الرمية يعني بيقول لك قصة طويلة جدا بالرمية ساكن إن شاء الله وبعدين بيجي يغني وبعدين أغاني جميلة جدا جبال احنا تكلمنا عن نعم نعم آدم نعم وانت اشرت لنا الأغنية لا شوفتن تبيل لا شوف لا رد طمعي الأغنية دي هي حاضرة معنا إن شاء الله في حلقة الليلة عبر نعم. المساء استمع لها بشكل جماعي من جداً.
المطربين الشباب اللي بيشاركوا معنا شام درماس، سيد عوض، شاب سعد. اسمع معنا شفت انت بالاسوب لا ردني طبي عريتك تبقى طيب انا البيت كله هين لا شفت انت بالاسوب لا ردني طبي عريتك تبقى طيب انا البيت كله هين لشام درماس وسيد عوض وشاب سعد. لا شفت أن تبلا شوق هي آخر الأغنيات في حلقة هذا المساء عبر سر الغناء. نعم. وربما كشفنا عن سر هذه الأغنية قبل قليل. لكن تبقى لنا أخيرا أيضا نحن نتناول حاجة مهمة أعتقد أنها هي واحدة من الملاحظات اللي استوقفتني كثير وأنا أستمع لأغنيات الدليل في أكثر من مكان. نعم. اللي هي الطبقة الصوتية بالنسبة لمعظم الفنانين اللي بيغنوا بإيقاع الدليل ألقى إنها هي طبقة غير غليظة المستوى في الصوت، يعني الزول الصوت زي ده ما ممكن يغني. والله أنت عندك يعني عندك انتباه شديد جدا فعلا. نعم أنا بس عايز أعرف السر فعلا يعني. كل الناس يعني ما في زول بيغني في الدليب بغني في الغرار يعني. أيوه. صوتك ده ما اسمه الغرار. أيوه. في الموسيقى. أيوه. الناس دي كلهم بغنوا فوق ما في زول بغني في الغرار.
أغانيهم كلها عالية جدا في حادة حادة خالص فوق فوق أكتافات عالية يعني. حتى مرات الكورس بيكون تعبان في القصة دي شيل وكده. فدي بتدي على طبعا الجو بتاع ولا شكل الإيقاع نمط الإيقاع المناخ المناخ بتاع البلد ذاته طبعا مناخ يعني جاي جدا أربط بينه وبين القماري الموجودة كثير مع النخيل بالضبط بالضبط. وبعدين يعني الناس بيبدوا الغنى ده من هم صغار. الزول لما يكون صغير صوته بيكون حاد حاد فعلا. فالأغاني كلها كده يعني. أنا ما لاقاني زول بيغني دليب صوته تخين ما في أي ما في. عندي واحدة دي عندك ملاحظة عجيبة جدا يعني وقفتني ما لاقاني زول أصلا خالص أي صوته غليظ بيغني دليب. طيب إحنا هنحاول أستاذ علاء الدين إحنا نفرد مساحات تانية وتانية عبر سير الغنى إن شاء الله على قناة الشروق لإيقاع الدليب وغنيات الدليب. نحاول إن إحنا نتلمس أثر البيئة والأثر الثقافي المنطقة والأثر الاجتماعي التقاليد العادات كيف أثرت في هذا اللقاء أو أثر في صنعه هو أيضا من خلال أغنية الدليب. عموما هي حلقة لا تفي يعني بهذا الغرض لكن حاولنا إن إحنا نتلمس بعض الأعمال الغنائية نستمتع بالاستماع لها وندردش شوية حول بعض المعلومات على لقاء الدليب. أنا بشكرك كثير على حضورك الليلة معنا وكثر خيرك كثير. الله يكرمك بارك الله فيك. شكرا لك. تابعينا بمشيئة الله تعالى يوم غد لقاء جديد على قناة الشروق وعلى سر الغنى إن شاء الله. اليوم كان الحديث عن إيقاع الدليب وغدا لدينا حلقة جديدة ننوع على إيقاع أيضا في شكل جديد من الأعمال الغنائية في السودان. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.